للتسجيل على منحة الحكومة السعودية الممولة بالكامل للعام 2025 نفتح الرابط الخاص بالتقديم على المنحة، ومن الصفحة الرئيسية لموقع المنحة يمكننا إنشاء حساب جديد من هنا وبهذه الطريقة. وبعد تأكيد التسجيل عبر البريد الإلكتروني الخاص بنا نسجل الدخول من هنا، ومن أجل التسجيل على المنحة ننقر أيقونة خدماتي ومن ثم ملفي بهذا الشكل، وفي هذه الصفحة نكمل بيانات ملفنا الشخصي. ومن أسفل هذه الصفحة نرفق بيانات حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد حفظ جميع البيانات نعود إلى الصفحة الرئيسية وننقر أيقونة تقدم بطلب الدراسة الآن. نلاحظ هنا أن عملية التقديم على المنحة تمر بست مراحل أساسية. في الخطوة الأولى نقوم بالموافقة على شروط المنحة واختيار نوع طلب الدراسة من داخل أو خارج السعودية، ثم ننتقل إلى الخطوة الثانية وفيها نواصل تعبئة المعلومات الأساسية الخاصة بنا وإضافة بيانات الشخص المعرف بنا. في الخطوة الثالثة نحدد المرحلة المرادة للالتحاق بها سواء كانت بكالوريوس أو دراسات عليا، وبعدها نضيف بيانات آخر مؤهل دراسي بالإضافة إلى كتابة الاهتمامات والهوايات. الخطوة الرابعة خاصة باللغات ومدى معرفتنا باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى. في الخطوة الخامسة نختار اسم الجامعة المراد الدراسة فيها ونختار نوع البرنامج المراد للالتحاق به. في الخطوة السادسة والأخيرة نحمل جميع المرفقات المطلوبة. سنلاحظ أنها تنقسم إلى قسمين، مرفقات إجبارية وأخرى اختيارية، وبعد التأكد من صحة جميع المعلومات ننهي عملية التقديم. حظاً موفقاً لجميع المتقدمين.